إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا أعزائكم، كأوكا هنتكلم عن ورق الزيتون والفوائد الكتيرة. فوائد ورق الزيتون هي قدرة على الشفاء من مرض السكري وأعراض البرد والأنفلونزا، ومن حالات ارتفاع ضغط الدم، وبتخفف من الكوليسترول الضار والتسممات الغذائية، وبتساعده على معالجة اللثة وتقويتها، وبيتم وصفها لطرد غازات البطن. والكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، ولكن لكل مرض طريقة تستخدم حتى تعالج ذلك المرض. استخدام ورق الزيتون اليابس: بعد قطف أوراق الزيتون اليابسة وتغسل جيدا، ويتم غليها بالماء مدة حتى يصبح لونه أصفر، ثم نقوم بترك مغلي ورق الزيتون حتى يبرد، ثم يتم تناوله في الصباح يوميا بمقدار كاسة وفي المساء أيضا. فالورق اليابس له فائدة عالية جدا أكثر من ورق الزيتون الأخضر، ويستخدم في علاج مرض السكري وفي الوقاية منه، وتأخذ مرحلة العلاج بالتحسن مدة 14 يوم، ثم بعد هذه المدة خلال شهر ستلاحظون الفرق جيدا، بشرط الاستمرار بشرب مغلي ورق الزيتون الناشف. وفي حالات الأنفلونزا والبرد وغيرها يمكن طحن أوراق الزيتون الناشفة، ويتم وضعها في خلاط حتى نحصل على دقيق ناعم من ورق الزيتون. وكل معلقة من طحين ورق الزيتون ممكن أن تخلط مع معلقة عسل، ويتم تناولها مرتين في اليوم، ويمكن إضافته أيضا إلى الشوربة للعلاج مثل هذه الأمراض اللي هي البرد كما ذكرنا. أو ممكن إضافة معلقة من أوراق الزيتون المطحون إلى كأس مغلي، وتترك المزيد لمدة ساعتين، ثم نصفيه بمصفى سلك ناعم، ونضع المزيج المصفي في عبوة غير شفافة ونحفظها في مكان مظلم، ونأخذ كل يوم معلقة من المحلول صباحا ومساء. ويمكن أن نضيف بودرة أوراق الزيتون إلى الطعام والسلطات على شكل توابل لنستفيد من الفوائد التي بها. كما يمكن أن نضيف معلقة من مطحون أوراق الزيتون إلى العصائر وشربه، وغلي أوراق الزيتون الطازجة أيضا لها فوائد، أو اليابسة الموجود وتركها تغلي مع الماء حتى يصفر، ويتناول السائل الناتج عن الغلي للتخلص من آلام الأسنان ومشاكل اللثة وتقرحات الفم. وبالإمكان مضغ بعض أوراق الزيتون الخضراء اليانعة والحصول على الفوائد الموجودة فيها. إلى لقاء حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت مع كوكا أوكا.